عنده الاستيعاب والتركيز يتراجع مدرسيا. هل يمكن تحدثينا على اهم يعني اهم اسباب التراجع او الاستيعاب لدى التلاميذ؟ اولا نقول صباح الخير لك محمد وساره ولكل مشاهدينا ومشاهداتنا الاوفياء. عندما نقول تراجع في المستوى التحصيل المدرسي، اكيد انه هنالك اسباب، يعني اسباب هي اللي تؤدي الى تراجع هذا المستوى لابنائنا. يجب بحث عن الاسباب النفسيه اولا. يعني الاسباب النفسيه تبدا اول شيء، كيف يعامل الوالدين هذا الطفل المتمدرس؟ عندما يعاملوه بطريقه الردع، يعني دائما هذا المتمدرس اقرا بدون الاستعانه باوقات او اوقات الاستراحه او تلك نقول الدقائق، اقول حتى دقائق، يعني تصل الى نصف ساعه، تلك الدقائق اللي تكون بين مراجعه ومراجعه. كاين اولياء يجهلوا اهميه ذلك الوقت ولو المستقطع من المراجعه، كذلك هنالك اولياء يعتمدون على النقد المباشر لابنائهم. انت ضعيف في الرياضيات محمد، دائما انا ننقدك بدل التشجيع والتحفيز، لانه التشجيع والتحفيز رايح هو اللي يخلي هذا المتمدرس يتدارك التحصيل المدرسي. قلنا الاسباب النفسيه هي سوء، انا اقول ونركز عليها، سوء معامله من طرف الاولياء، لانه العديد من الاولياء يرغبون فقط في تحصيل مدرسي جيد بدون مراعاه نفسيه ابنائهم، بدون مراعاه الحجم الساعي اللي هو حجم ساعي كبير، طفل صغير، محفظه ثقيله، ساعات طويله، البرنامج مكثف، المواد كثيره. هل انت على درايه، وكانت في التقرير، هل انت كوالد او كوالده انتما على درايه كيف يعامل الاستاذ هذا الابن المتمدرس؟ التواصل بين المدرسة، كيف هو التواصل؟ هل هنالك اقول قنوات تواصل بين الاسره والمدرسه، لان كلتاهما مؤسسه تنشئه اجتماعيه؟ اذا الاسباب نفسيه اكيد، كذلك هنالك اسباب نقول انها يكون تراجع من طرف هذا المتمدرس عندما يكون عنده فرط نشاط. كاين اطفال عنده فرط نشاط، سي دي زونفون ايبر اكتيف، خاصه في المرحله الابتدائيه. في المرحله الابتدائيه كاين طفل عندما يشرح الاستاذ تتشتت افكاره، راهو مع السياله، راهو مع ينظر الى السماء، راهو يتكلم مع زميله، راهو يضحك. اذا هذا نقص التركيز راجع الى انه هذا الطفل عنده فرط نشاط. كذلك هذو الاطفال المتمدرسين يجب على الاولياء ان دائما يجعلوا لهم وقت لممارسه الرياضه، وقت الخروج الى فضاءات واسعه، يعني خرج هذه الطاقه اللي عنده. كفانا انه نركز فقط لهذا الطفل ونقول له راك تقرا، لان احنا مسببين هذا